عسلامة، مرحبا بكم. اليوم في المنيو عندنا سلطة بلانكيت مدربل قرع بوتزينة، أكل قرع الأخضر هذاك، وعندنا طاجين السبناخ. سلطة بلانكيت أنتخ بارونتيز كانوا يعيطوا لها قبل سلطة غليت. شنو هو الغليت؟ هو كل خبز اليابس اللي كان يخرجوا معاه الحوات باش كي يجوع في وسط البحر ياكلوا وعمره ما يذبل وعمره ما يولي طري. هذاك هو الغليت. دونك اليوم نرجعوا للمنيو نتاعنا. دونك باش نعملوا طاجين سبناخ. للطاجين سبناخ هذايا بيان سور يلزمنا سبناخ ومعاه لحم، عظم، بصل، طماطم وهريسه، ثوم، زبده وجبونات. هذايا مرحي، وهذوما زوز انواع جبن قصيناهم صغير. بيان سور زيت، تابل، فلفل اكحل وملح. هذوما هما لي زانغريديان. دونك نبداو بالصوص نتاع الطاجين. نصبو الزيت، فوالا، نشعلو، نقصو شوية من الغاز ونحطو البصل. حقا تمشوش تنساو السيت نتاعنا www.safi.tn ولا الباج فيسبوك اللي باش نجاوبكم عليها هذيك، صافي ما بنك يا بلادي. خليه شويه يذبل اونتخو طون السبناخ يتسمط. الطاجين هذا نورمالمون اللي يعملوه لونه اخضر واصفر. نحبه راهو اخضر واصفر، برشا ناس يعرفوا علاش، اما انا باش نعمل له الصوص حمراء باش يجي انكور بلوز ابيتيسون وفيه شويه حروريه كيما نحبوا احنا التوانسه. نحطوا اللحم يتقلى مع البصل او كتريفات صغار بالكل قصيني. هذا ينجم يجي بالدجاج زاد راهو، احنا عملناه باللحم. ينجم يتحط له دو كويس دو بولي يتيبو ومن بعد نفتفتوهم في وسطه. نحطوا له الطماطم مغرفة باهية، مغرفة وشوية من فوالا، الهريسة اللي باش تزيدوا بنة على بنة هذي. الثوم، والفاحات. دونك فلفل اكحل، نقصوا شويه على الغاز. هلا شويه فلفل اكحل، تابل. كي نقول تابل هو تابل مفوح راهو، معناتها فيه لفاحات الكل، كتاب اللي نعملوه في العولة متاعنا متاع قبل. والملح كما قلنا ما نكثروش الملح خاطر السبناخ يخرج ملح. فوالا، حطينا تو نو كونديمون. توا خليو هذايا باش يتيب في عقلو بيان سور اللحم وكل، واحنا باش نحمرو السبناخ في الزبده. ميام ميام، بلان دو كالوري مي سي تري بون.
خليه يزيد شوية ومن بعد نمرقوه ونخليه يطيب في عقله. فوالا. دونك السبناخ طاب باش نصفيوه هنا نحيو منو الماء. فوالا وباش نحمروه شويه في القلايه. نحمروه بشويه زبده القلاية. فوالا نحاولوا بالمغرفة كم طايب هو بالقداء يتقص فاسيلمون هكايا. نخليه باش يشيح من الماء حتى كي نطيبوه راهو السبناخ ما نحطولوش ماء على خاطر يخرج ماء برشا هو. دونك نحطوه على نار لينه ونخليه يطيب سله سله ويخرج ماء وحده من غير ما نزيدوه الماء خاطر يعطلنا الماء كي نزيدو برشا. فوالا توا هذاك باش يحمر شويه في الزبده نحطولو شويه ملح وشويه فلفل اكحل ونخليه في عقله. انتخ تان انا باش نمرق المرق. ماشي تيبنا اللحم بالقدا. فوالا مرقنا المرقه بتاعنا بالقدا خليوها تطيب في عقلها والسبناخ يحمر. ديما سؤالاتكم احنا حاضرين باش نجاوبوكم عليهم. اي سؤال اي استوس تحب تعرفها مرحبا بيك راني نستنى فيك. الصوص متاع الطاجين اهيا طابت خليناها شوف كيفاه متختخ شويه جوستومون حشتناش بها ياسر تشيح. هذه هي الصوص هاو تفينا عليها السبناخ حضر حمرناه بشويه زبده وحطينا له شويه فلفل اكحل نفه ملح ملح صغيرونه. دونك باش نحطوه في الريسيبيان هذا باش نعملوه بالعظم وبالجبن. فوالا هذا هو السبناخ. انتخ تان شوش باش نعملو باش ناخذو شويه صوص باش نحطوها دون لو ريسيبيون كي فا او فور من لوطا. فوالا دو لا صوص او فون دو ريسيبيون لوطا بلحمها بالكل فوالا الصوص حطيناها هنا والباقي متاعها باش نخلطوه بالسبناخ. هذا هو السبناخ. دونك باش نحطو اللي بقالنا من الصوص في وسط السبناخ نكملو. دونك الصوص نحطوها الكلها
مع السبناخ، وما تنساوش السيت www.safi.tn وإلا الباج فيسبوك بالطبيعة اللي نجاوبكم عليها أنا. صافي ما بنك يا بلادي. نخلطوا السبناخ مع المرقة نتاعو هذيك، نحطوا الجبن هذاك المقصوص ونزيدو شوية جبن مرحي كون لو فوي او با يبانو جبونات. فوالا نخلطوهم بالقداء. علاش نحط الجبن قبل ونحاول نخلطو في عقلي؟ باش اونتخ طون الصوص تبرد شوية، باش كي نحط لها العظم مش في دقيقة يبس. دونك اونتخ طون بردت شوية الصوص باش نحطو العظم. نكملوا العظم أربعة. كملنا العظم باش نخلطوا فوالا. توا هذايا هكا حضر هاك المرقة اللي حضرناها غادي هذي باش نصبوا عليها السبناخ اللي خلطناه بالجبن والعظم والصوص هي بيدها. باش يجي مروب وفي صوص من تحت دونك نزينوه شويه من الفوق بشويه جبن باش يجي بنه ومنظر الزوز مع بعضها. نحطوا الطاجين في الفوق فوالا، نحطوه ساعة غير با، نخليه من لوطة برك باش ما يتقاوش عليه النار برشا خاطر لازم يطيب سلة سلة ويجي مروب. أ 150 أبو بخي 150-170 دوغري نخليه يطيب ونرجعو لكم. طاب الطاجين سبناخ باش نجبدوه توا من الفوق، ردوا بالنا خاطر بيان سور كل شيء سخون. لا هذا هو طاجين سبناخ كيما قلت لكم مروب ودير بيه تختوخ بنين ياسر. صحة لكم، شهية طيبة، إلى البروشين. Thank you.